السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. سأكون معكم هذا الأسبوع نيابة عن الزميل بشير الحارثي، وفي هذه الحلقة سنناقش معاناة النازحين في مأرب، هذه المعاناة بين اللجوء وطمع ملاك العقارات. مشاهدينا، نتيجة الانقلاب وما ترتب عنه من كوارث اضطر نحو 30 مليون مواطن ومواطنة للنزوح من صنعاء وعدد من المحافظات والمناطق التي شهدت صراعا مسلحا. كانت مأرب ولا تزال الوجهة الأولى للهاربين من جحيم الميليشيا الانقلابية، وقد استوعبت حتى الآن زهاء 1.5 مليون نازح. حركة النزوح الواسعة أنعشت سوق الإيجارات والعقارات، ما ضعف أسعار التأجير إلى قرابة 10 أضعاف عما كانت عليه قبل الانقلاب، الأمر الذي فتح شهية بعض الطامعين من ملاك العقارات حتى بالغوا كثيراً في أسعار التأجير، بل صاروا يطلبون مقدماً إيجار ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يعجز عنه كثير من النازحين. هم من فئة محدودة الدخل ومنتسبي الجيش الوطني التي انقطعت رواتبهم لأشهر طويلة. مشاهدينا، في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أسباب ارتفاع الإيجارات في مأرب وعلاقة السلطة المحلية بما يجري، وكذا الآثار المنعكسة على ظروف محدودي الدخل من النازحين. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي حمود هزاع، أحد النازحين في مأرب، وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف من مأرب وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري، وسينضم إلينا أيضا من مأرب أمة الله الحمادي، إحدى النازحات في محافظة مأرب. إذا مشاهدينا، سنذهب لهذا الفاصل القصير ومن ثم نبدأ النقاش. إذن نبدأ النقاش ونبدأ معك سيد حمود. أولا مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير، تحية لك أخي شادي وللمشاهدين جميعا. أهلا بك سيد حمود. يعني بداية، لو تطلعنا عن الوضع الذي يعيشه النازحين بشكل عام في محافظة مأرب، وأيضا تحديدا فيما يتعلق بمسألة الإيجارات والارتفاع الحاصل بشكل كبير مؤخرا. أولا، اليمن تعيش نكبة كبيرة تسببت بتهجير الملايين. الإنسان عندما يضطر للنزوح أو التهجير القسري يخسر كل مصالحه، مسكنه، وظيفته، وينتقل إلى مكان آخر ليس له شيء. عندما يصل إلى، كما هو حال الذين وصلوا إلى مدينة مأرب، يصلون يكونون يحتاجون للسكن، للتغذية، لكل وسائل الرعاية. نعم. هذا جانب. محافظة مأرب كان عدد سكانها قبل انطلاق عمليات عاصفة الحزم لا يتجاوزون 40,000 نسمة. نعم. الآن تضاعفون خلال سنتين أكثر من 40 ضعف. هذا تضاعف مهول لم يكن مستعد إليه من قبل الدولة ولا الحكومة ولا المحافظة. الأمور أتت تلقائية. لكن سيد حمود، في هذه النقطة تحديدا، نعم سيد حمود، ولكن في هذه النقطة تحديدا، ما هي أبرز أسباب هذا الارتفاع؟ أبرز أسباب الارتفاع هو أن اليمنيين وجدوا في محافظة مناخ، في محافظة مأرب، مناخ للحياة لم يجدوا في أي من المناطق المحررة. وأول عوامل هو الأمن. لقد عملت محافظة مأرب على، أو قيادة المحافظة على، توفر الأمن داخل هذه المدينة وهذه المنطقة. وكذلك لا ترحب بجميع النازحين والوافدين إليها، لا تحاكمهم على قناعاتهم ولا انتماءاتهم الجغرافية، وهذا ما جعل الناس يأتون إليها كقبلة ومكان وحيد، يكاد يكون الوحيد في اليمن.
نعم. يجدوا في فرصة للعيش بعد تهجيرهم من مناطق. نعم، لكن حمود، يعني ملاك هذه العقارات، ألا توجد ضوابط يفترض أن يعني تحد من هذا الارتفاع الحاصل، يعني والذي بات بشكل جنوني في محافظة مأرب، يعني 10 أضعاف مقارنة بما كان عليه سابقا؟ يا عزيزي، في قانون في الاقتصاد اسمه قانون العرض والطلب. هذه المحافظة عندما أقول لك زيادة 40 ضعف، بمعنى أنه من البيت الواحدة أو المنشأة الواحدة أصبح عليها 40 مستأجر يريدون هذا الإيجار. فمن الطبيعي، ونحن في بلد اقتصاده رأسمالي، لا تحدثنا مع مسؤولين في محافظة مأرب، قالوا بأن هناك ما لا يوجد تشريعات تلزم أصحاب العقارات من إيقاف ابتزازهم للناس. هذه المشكلة بحاجة إلى حل آخر إلى جانب دور الدولة. يجب أن يكون هناك تقنينات استثنائية أو تدخل أكثر من حكومي أو من قبل رئاسة الجمهورية. نعم. وإلا يجب أن يكون هناك عملية جدية لتحرير أكثر من محافظة وأكثر من منطقة في إطار تحرير اليمن. نعم. كي لا تكون هناك دولة شيعية في صنعاء إذا طالت الحرب، وتكون هنا كارثة اجتماعية وإنسانية في مأرب جراء النزوح. نعم، إذا وضحت الصورة. فقط ابقى معنا سيد حمود، سنشرك معنا في النقاش وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية سيد عبد الله الباكري. سيد عبد الله، مساء الخير. مرحبا بك سيد عبد الله. يعني هنا اليوم نناقش أزمة الغلاء والتي يعني باتت بشكل جنوني في محافظة مأرب. يعني أنتم كنتم قد اجتمعتم سابقا في يعني 2016 في شهر أغسطس كسلطة محلية، اجتمعتم لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات. يعني لماذا لم تنجحوا حتى اللحظة في السيطرة على أسعار الإيجارات والعقارات بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. اهلا بك. ونشكر لنا في الجيش على هذه الـ 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 يعني بين قوسين او البرنامج هذا الذي يتلمس هم المواطنين. اهلا بك سيد عبد الله. نحن في محافظة مأرب، طبعا انت عارف انه بالنسبه اولا نحن نرحب بالاخوه الضيوف من المحافظات الأخرى أو القادمين من المحافظات، وطبعا المتضررين من بطش هذه العصابة الانقلابية بني الحوثي. نعم. وما قامت به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اليمني والأطفال والنساء، تأجير البيوت، الجوامع إلى غير ذلك. نحن طبعا في جهة السلطة المحلية، والأخ المحافظ اللي واصل قال هذا كان حريص على أنه نضع حد لجشع الأخوة ملاك العقارات. وانت معنا كما تفضلت فعلا في شهر 8 2016، ووضعنا حد للارتفاعات المتصاعدة أو التصاعدية لإيجار العقارات 25%، واستقبلنا كثير من الطلبات، واستطعنا في قيادة المحافظة أن نوقف جشع المؤجرين، وخاصة من هم لديهم مستأجرين في شقق وعمارات أخرى. هذا وقفنا نهائيا. معانا طبعا أن تعرف أنه أولا أصح لك معلومة، في قيادة مضطردة مستمرة يوميا الأخوة الناجحين، أنا أسمي من الضيوف والقادمين الى محافظة مأرب يوميا باعداد مهوله، حتى بلغ اكثر من اللي انت تكلمت عنه 1.5 مليون، اكثر من 2 مليون ضيف. ليش ناجح؟ لانه مأرب التاريخ ومأرب الحضاره هي محافظه مضيافه. نعم. وتصور انه في، لكن هذا العدد سيد عبد الله، هذا العدد يعني هل تعتبرونه عبء اضافي على المحافظه، ام انها مشكله مؤقته يعني تتعاملون معها كوضع مؤقت؟ تفضل.
انا بس اكمل لك انه احنا هنا خارج الذي يسكن خارج المدينه اكثر من الذي في الداخل. ابناء المحافظه من القبائل وبيوت سلمت لاشخاص بدون ايجارات. طبعا مباني قديمه ومباني في مزارع كونت يعني سلمت الاخوه الاخوه الضيوف نعم الى بدون ايجارات. هذا في الريف انا اتكلم. طبعا في المدينه في مرض شديد حقيقه. حتى المرافق الحكوميه الاخ المحافظ مشكور وجه احتلوها الاخوه الذي عندهم عوائل والى الان وهي لا زالوا ساكنين فيها. واضطرينا عن بعض المرافق الحكوميه ان ناخذ ان نستاجر لها او نجيبها في بعض الاماكن. نعم. حتى تكون بالصوره. لدينا مرافق حكوميه لا زالوا فيها. لكن هذا العدد سيد عبد الله، هذا العدد الذي ذكرته يعني فوق العدد الذي ذكرناه نحن، أنت تحدثت عن 3 مليون. هذا العدد الكبير كيف تتعاملون مع هذا العدد؟ يعني هل وجود النازحين، عفوا ولكن اسمح لي أن أقدم سؤال، يعني هل وجود النازحين يشكل عبء إضافي على محافظة مأرب، أم أنها يعني تتعاملون معها كسلطة محلية أم أنها مشكلة مؤقتة ستنحل عما قريب؟ مشكلة مؤقتة وفي زيادة أعباء فعلا من مختلف الخدمات. وأنت عارف أن المدينة هي صغيرة لكن أنه الآن الحقيقة في تطور ملموس في المحافظة وبنى تحتية. طبعا في مدن يعني أضيفت إلى المحافظة، أحياء جديدة، في بنى البناء مستمر على قدم وساق. تصور قيمة الأرض هنا أو المتر أغلى من عدن، يمكن أغلى من 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 في بعض الدول، أغلى من جدة أو من أبو ظبي المتر المربع. نعم. الشيء الفلاني هنا عندنا في مال. طبعا في هناك طلب، في طلب كبير جدا على الأراضي وعلى العقارات، وارتفعت الأسعار إلى أسعار خيالية. أنا أقول لك أنها يعني أغلى من بعض المدن أو عواصم الدول العربية. هنا في مال أغلى. نعم. لكن سيد عبد الله يعني أنت حدثتني في البداية أن هناك يعني توجيه من محافظة المحافظة وهناك تحرك جاد من قبل السلطة المحلية للحد من مسألة الغلاء المتزايد في إيجارات المنازل. لو تطلعنا عن الآلية التي اتخذتموها للحد من غلاء الإيجارات، ما هي الآلية؟ شكلنا لجنة برئاسة الوكيل الإداري، شكل الأخ المحافظ وبعض مدراء المرافق الحكومية أراضي وعقارات الدولة وإدارة الأمن وإلى آخره ومكتب الأشغال والشؤون القانونية. هذا تستقبل الشكاوي. نعم. كل ما جاءتنا من شكاوي بنحاول نحل المشاكل قدر الإمكان، خاصة بالنسبة للساكنين الجلد أو القادمين. طبعا عشان نكون في الصورة، والعقد يخضع لرضا الطرفين. نعم. لا ولا لا، المؤجر والمستاجر. هنا من 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 الاندفاع الشديد للايجار ما عاد لا بيرجع للنظم ولا القوانين ولا بيسال، يقول له هذه الشقه 200,000، قال تفضل. نعم، لكن الا يوجد يعني محددات للاسعار او ضوابط طرحت من قبل السلطه المحليه ك يعني جزء من الحل وحد لمشكله الاستغلال الحاصل من البعض؟ احنا طبعا وضعنا جمعنا اصحاب العقارات 3 أيام في المحافظه في ديوان المحافظه وخرجنا بقرار 25% زياده عما كان معتمد او ما هو معمول به في العام 2014. نعم، يعني لكن المشكلة في عدم التنفيذ. المشكلة في عدم التنفيذ مش من ما أحد يجي على اللجنة. العديد منهم يأتي ويأخذ ويتفاهم مع المؤجر ويعمل العقد على طول بكم ما قال له. هو عاوز يسكن يسكن خلاص. هذا الاجتماع سيد عبد الله كان في 2014 أعتقد. لا، احنا كنا في 2016 في شهر 8 اللجنة شكلت. نعم. ثم إلى الآن يعني ما يقارب 4 أشهر لم ينفذ بسبب تجاوزات من أصحاب العقارات. في تجاوز
الجزاء انا اقول لك يشترك الطرفين المؤجر والمستاجر في جشع. طبعا على الانسان في جشع لدى المؤجرين اصحاب العقارات وفي اهمال. لكن سيد عبد الله المستاجر بطبيعه الحال هو محتاج. نعم انا معك ايوه، لكن المفترض انه يسال يلجا يشوف في اكثر من بديل في مكاتب ادارات كبيره. انا اقول لك انا يعني طلبنا بعض اصحاب العقارات قال لك انتم وضعتوا لنا حد ادنى 25% او حد يعني صرف لزياده الايجار. اصحاب المستاجرين اللي ياتونا يغرون باموال يدفعوا لهم على طول المبلغ الذي يقول تفضل. نعم ما في شيء يقول لك انه في تروي او مراجعه للامور او شيء. هو يجي طبعا بسرعه مع عائله يريد ان يسكن على طول يقول له 200,000 150,000 تفضل في شقه صغيره يمكن 3 غرف بمرافقها. نعم اذا السيد عبد الله الباكري وكيل محافظه مارب للشؤون الاداريه تكرم بالبقاء معنا. مشاهدينا سنذهب لاستعراض تصريحات واستطلاع ميداني من محافظه مارب حول مشكله الارتفاع الجنوني في اسعار العقارات وايضا جشع بعض الملاك لهذه العقارات نشاهد سويا. كل شيء في مارب يعتبر رائع نسبيا، لأن قضية الإيجارات هي القضية الوحيدة التي تعكر صفو المقاومين هنا والسكان في داخل مأرب، حيث أن الطلب على البيوت مرتفع والبيوت المتوفرة نسبيا ولا يتواجد، يعني تصل إلى شهر شهرين 3 4 أشهر إلى أن تبحث عن بيت. السلطات المحلية حاولت أنها تجبر الجميع على أن يكون هناك سعر معين للبيوت، ولكن المواطنين أصحاب البيوت لم يلتزموا بذلك. ندعو السلطات المحلية أنها تقوم بما تم الاتفاق عليه وأن يكون هناك تسعيرة محددة لجميع البيوت والمنازل بما كانت عليه من سابق قبل أن تكون هنا الأحداث. تتفاجأ معاناة النازحين هنا في محافظة مارب، المحافظة التي تشهد نزوح كبير، نزوح غير عادي، لكن أصبح هنا النازحون يعانوا من ارتفاعات الإيجار، ارتفاع جنوني، أصبح النازح غير قادر على دفع هذه الإيجارات. أصبح النازحون يلجأوا إلى الصحراء ويعملوا خيم ويعيشوا فيها في أوضاع إنسانية صعبة، في معاناة قاسية، في هذا البرد القارس الشديد الذي أصبح أطفالهم يعانوا من أمراض، يعانوا من سوء تغذية. تعد معضلة الإيجارات في مدينة مأرب يعني مشكلة حقيقية يعانيها المواطن وخصوصا الذين يعانون النزوح والتشرد، وذلك كون انه الرواتب منقطعه منذ اشهر، حتى انه المواطن لا يستطيع ان يدفع الايجارات، اضافه الى ان الناس نازحين، حتى تجد العديد من الاسر لا تجد ما تقتاته هنا في مدينه مارب، اضافه الى انه لا توجد عمليات الدعم والاغاثات الانسانيه، انها لا توصل الى جميع الاسر او الأسر النازحة، وإنما قد تحتكر بعض أحيانا خصوصا بعض المناطق تحتكر في بعض المجاميع أو بعض الشخصيات التي. إذن مشاهدينا الكرام نذهب الآن لضيفنا حمود هزاع من محافظة مارب الصحفي. حمود يعني هناك من يطرح أن مشكلة الارتفاع في مسألة الإيجارات والعقارات هي أمر مبالغ فيه، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، الإيجارات فعلا مرتفعة، يوجد أزمة عقارية في مأرب، يضيف إليها غياب المنظمات الدولية أو منظمات الأمم المتحدة بشكل رئيسي للقيام بدورها تجاه نازحي اليمن. هنا قرابة 2 مليون نازح لم تقدم لهم الأمم المتحدة شيء. يوجد في مأرب دعم محدود لبعض الأسر مقدم من مركز الملك سلمان ومن الهلال الأحمر الإماراتي ومن الهلال الأحمر الكويتي عبر منظمات وسيطة محلية، لكن لا يوجد منظمات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة للأسف الشديد طوال 3 سنوات مضت تسخر كل الدعم المقدم في الجانب الإنساني في اليمن لخدمة ميليشيات الحوثي التي تستغله في عملياتها العسكرية، إلى جانب استئثارها بموارد البلد ومقدراته.
كان الأولى بالمنظمات الأمم المتحدة أن تأتي إلى مأرب وتقوم بالتعاون مع الحكومة اليمنية ومحافظة مأرب بإيجاد مساحات لبناء مخيمات وتوفير والمساهمة أيضا في عملية التسكين، نعم، خدمات لهذه المناطق، لكن لا توجد على الإطلاق. هناك يعني أعداد لا حصر لها من الأسر في مأرب، وهناك الآلاف من الذين نزحوا فرادى إلى مأرب. على سبيل المثال، في الأيام الأخيرة رأينا الناشط القيادية في مؤتمر الجناح الموالي للمخلوع عفاش، نور القروي والمحامي الخاص بعفاش، قدم إلى محافظة مأرب. هؤلاء شخصان يحتاج لكل واحد منهم غرفة فندقية تتجاوز تكلفة الإقامة فيها طوال الشهر 200,000 ريال، إلى جانب حاجتهما للتغذية. و لكن حمود، يعني بشكل بالمجمل كبير. نعم حمود، عفوا دعني أكمل. هناك المئات من الشباب أمثال هؤلاء قدموا طوال 3 سنوات ولم يجدوا من يهتم بهم ويقدم لهم سبل الرعاية. بالفعل، المنظمات الدولية في مأرب يكاد يكون حضورها صفر. نعم، لكن بالمجمل حمود، وهذا يعني هناك ايضا ضعف المعاناة. هناك ايضا حمود من يقول ان ملاك العقارات والمنازل في محافظة مأرب يعني لهم الحق الكامل في تحديد اسعار المنازل كونها يعني ملك خاص فيهم. يعني هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني يكون في حدود المعقول القانون لصالح ملاك المنازل إذا لم تضع الدولة لجنة وعقارات. يعني على سبيل المثال تم الاتفاق على عدم الإضافة أكثر من 25% في الإيجارات. أصحاب المنازل لم يلتزموا في هذا، تم تحديد هذا لمن كان قبل مستأجر في 2014 و2015، موجود مستأجر شقة في مأرب تم أضافوا إليه 25% ولم يستطيعوا مضاعفة الإيجار عليهم. لكن المباني والشقق الجديدة يتم تأجيرها بالمبالغ التي يشترطها أصحاب العقارات. هناك مشاكل كثيرة في مأرب، إلى مشكلة الأرض كذلك تضاعف من مشاكل السكن وارتفاع العقارات. على سبيل المثال، خلف مبنى القصر الجمهوري في مأرب يقع مستشفى، مباني مستشفى الهيئة بمأرب. خلف المباني هناك تنتهي الشارع وأراضي واسعة لكنها تتبع قبيلة جهم، لأن الأرض مملوكة للقبيلة وليست حتى القبيلة، أبناء القبيلة لم يستطيعوا استثمارها أو استغلالها لأنها مملوكة للقبيلة كملك عام كما يقال وليس للخاص. وبالتالي وقفت نمو المدينة بهذا الاتجاه ولم يتم بنائها. هذا يحتاج إلى جهد أكثر في العمل في الجانب الاجتماعي ومن قبل السلطة المحلية والحكومة اليمنية، مع قد ربما يتم اختيار نخبة من وجهاء وشباب قبيلة جهم لوضع آلية كيف يتم استغلال هذه الأرض وتتمدد المدينة. وبالتالي هذا قد يخفف عن أسعار الأراضي وقد يسمح بتوسع المدينة بشكل أكبر، ومن ما يؤهلها إلى أن تصبح قد ربما عاصمة في المستقبل وتستعيد مكانتها التاريخية. نعم، وضحت الصورة حمود، تكرم بالبقاء معنا. أذهب للسيد عبد الله الباكري، وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية. يعني سيد عبد الله، لو يعني تحدثنا عن الحلول، يعني إذا كان يعني ما الذي يمكن القيام به أنتم كسلطة محلية للحد من حالة الطمع الحاصلة، لو صح التعبير؟ شوفي يا اخي العزيز، الحقيقه انه طبعا في هناك مخططات جديده طبعا اضيفت للمدينه من الجهه الشرقيه ومن الغربيه ومن الجهه الشماليه، و
تصميمات طبعا محدوديه الدخل ايضا موجوده. نعم. في الان موجود البناء والاعمار على قدم وساق في هذه المحافظه. طبعا انا اكد لك هنا انه الزياده مستمره. عشان انت تعمل توظف شيء لما يكون احنا يكون عندنا مخطط انه مثلا 2 مليون ناجح. نعم. فاجئ انه خلال اشهر قليله يصل على الزياده تكون 50% او 30% خلال اشهر قليله جدا. طبعا احنا بالنسبه لنا حقيقه في السلطه المحليه وكان يفترض ان الحكومه اقدمت على برنامج مؤقت لحل ازمه السكن، بيوت جاهزه. طبعا احنا نشكر جهود مركز الملك سلمان انه في صرفت خيام ومواد ايوائيه نازحين كثير، احنا نتكلم عن نازحين في المدينه، في نازحين في مخيمات معنا خارج المدينه اكثر من 4 مخيمات. لكن ما الجدوى من الخيام سيد عبد الله؟ وانت تعرف يعني طبيعه الجو في مأرب، البرد لا يقاوم في هذه المدينه. انا اقول بيوت جاهزه، والان فيه بعض المنظمات بدأت الآن تصرف بيوت جاهزة. ليه ما 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 يكون هناك توجه لبيوت مؤقتة أو بيوت شبه جاهزة؟ الآن فيه بعض المنظمات الآن بتعملها. هذه أسرع طريقة وأفضل طريقة. نعم. لكن سيد عبد الله، سيد عبد الله، انت كنت حدثتني منذ قليل عن ان هناك اتفاق كان مع ملاك العقارات على رفع 25% على مكان عليه في 2014، لم يتم الالتزام من قبلهم حتى اللحظه. ما هي اجراءاتكم كسلطه محليه؟ احنا استطعنا نحافظ على انه زياده 25% للمستاجرين القدامى، هذا واحد، لانه كانت عندنا شكاوي يوميا يهددهم بالطرد، وقفنا هذه الزياده. الاخوه النازحين الجدد او الضيوف الجدد طبعا هذا خارج ارادتنا كسلطه محليه، بيتم الاتفاق خارج اطار السلطه المحليه سواء في المديريه او في المحافظه. بياتي المستاجر الى صاحب العقار وعلى طول يتفق معه بالمبلغ الذي يريده هو. هناك جشع صحيح، وهناك تهافت من قبل المستاجرين يريد يستاجر باي طريقه كانت. لا يسال، لا يعود للجهه الحكوميه، هو يريد يسكن. نعم. لكن والمشكله والأسوأ من ذلك سيد عبد الله ان هناك ناس نازحين على محافظه مأرب لا يوجد لديهم مصدر دخل، او انهم موظفين في الدوله ومرتباتهم منقطعه منذ سنه، أو إذا يعني استدلينا بمثال بسيط أفراد الجيش الوطني الذين يقاتلون في معظم الجبهات وأسرهم في مأرب، أيضا هؤلاء الجنود الذين يقاتلون من أجل الدولة ليس لديهم مرتبات ولا أماكن لعائلاتهم المتواجدة في مأرب. أكيد. ولهذا ليش إحنا تغاضينا عن احتلال، خليك معي، احتلال المرافق الحكومية. المرافق الحكومية معظمها فيها سكان أسر الجيش، الاخوه المنتسبين للجيش الوطني والغير الجيش الوطني. سيد عبد الله، يعني لو نصحح هذا المفهوم عفوا، يعني انت ذكرت احتلال ممن؟ يعني هم ناس نازحين الى المدينه، هناك هذا الامر يتطلب تحديد موقف من السلطه المحليه في مساعدتهم، ام انها يعني تعتذر للدوله وتطالب بايجاد حل لهؤلاء الناس؟ فعلا احنا على اساس نشوف نتيجه لتاخر الحلول استمروا في هذه المرافق، ونحن موافقين انهم يستمروا فيها حتى نوجد لهم مخرج ونحل مشكلتهم. نعم. هذا تعاون من جهه السلطه المحليه، لا يدفعوا ايجار ولا شيء. نعم. انت معي؟ نعم. لكن هل هناك تواصل بينكم مع الحكومه و يعني الحكومة بشكل عام والرئاسة بحال هؤلاء النازحين في محافظة مأرب لإيجاد حلول؟ أيضا هل هناك تواصل مع الجهات المانحة، مركز الملك سلمان، المنظمات؟ نعم، وضع هذا في تواصل ووضح المشكلة الأخوة في مركز الملك سلمان. وحقيقة يعني نشكر جهود المركز أنه الآن فتح له فرع دائم في المحافظة. الشهر الماضي فتح الاخ المحافظ مع مندوب
المركز او عين مدير للمركز الملك سلمان دائم في محافظة مأرب. نعم، لكن هذه المطالبات كيف قوبلت من قبل الحكومة والرئيس هادي؟ والله يا اخي حقيقة هم في تفهم من قبل الحكومة، لكن انت عارف حسب الامكانيات المتاحة. نعم. الحكومة تمر بمرحلة يعني في وضع انت عارف احنا الدولة الان في وضع استثنائي. احنا في وضع استثنائي فعلا. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا عبد الله الباكري وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن معا لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عطاء عن النازحون في محافظة مأرب بين معاناة اللجوء وجشع ملاك العقارات. نتابع ثم نعود. إذن عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، ونذهب إلى ضيفنا عبر الأقمار الإصطناعية السيد حمود هزاع. سيد حمود، يعني نستكمل موضوعنا، يعني أزمة النازحين تشكل قضية كبيرة في محافظة مأرب. لو تحدثنا هنا عن دور السلطة المحلية في يعني حيال هذه القضية، كيف تنظر إلى دور السلطة المحلية في مأرب؟ كسلطة محلية لا أستطيع أن ألومها، قد ربما هناك تقصير من قبل، لكن كيف تقيم الجهود حمود؟ حكومة ومن قبل الجمهورية اليمنية الجهود تمثل جهود جبارة. التحول في عدد السكان وضع تحديات كبيرة أمام السلطة المحلية في مجال الخدمات، الكهرباء، المياه، النظافة، التعليم، الصحة. هذه جهود تضاعفت عدد الكادر الحكومي العاملين في أي قطاع، الميزانيات التشغيلية تضاعفت. هذه جهود تحاول السلطة المحلية في محافظة مأرب مواكبة التسارع والتطور والتضاعف لعدد السكان قدر استطاعتها. كذلك الحكومة اليمنية والمؤسسات الشرعية لا توجد فيها انسجام في من حيث التوجه بين كوادرها
أعضاء حكومتها مع تواصلها، يعتبر أداء محافظة مأرب هو بغض النظر هو الأفضل على مستوى اليمن، والدليل على ذلك أن اليمنيين أتوا إلى مأرب ولم يستطيعوا البقاء مثلا في عدن، مع أنه عدن منذ تحرير كانت أول المحافظات والمناطق المحررة وموقعها استراتيجي ولديها بنية تحتية كبيرة وجميلة، وكان المفروض أن نعم. لكن حمود هناك نقطة مهمة وتستوعب نعم حمود، لكن هناك نقطة مهمة مواطن. يعني تصريح لوكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية سيد عبد الله البكري كان معنا منذ قليل، تحدث عن أن هناك بعض النازحين يعني يقيمون في بعض المرافق الحكومية ووصفهم بالتحديد بالمحتلون، يعني هؤلاء الناس يعيشون ظروف صعبة، كيف تنظر إلى ذلك؟ هو في بداية الحلقة رحب، هو لم يقول محتلين بمعنى اعتداء بقدر ما يقول يعني المباني أصبحت شاغرة من قبلهم، أنا أفسر كلامه تفسير حسن. والدليل على ذلك أنه لا أعتقد أنه السلطة المحلية تصرفت تجاههم بتصرفات عدائية أو حاولت إرغامهم بالقوى القصرية أن يخرجوا منها، والدليل على ذلك استمرار بقائهم في تلك المؤسسات، هي هم جزء من الشعب وهي المؤسسات العامة في خدمة الشعب. نعم. وكما هو الحال يجب أن يستمروا. الحل الوحيد والأمثل لمشكلة الازدحام السكاني في مأرب ومشكلة المساكن هو أن يتم توجيه الخطاب للشرعية والتحالف بالتعامل بجدية. رأينا ضبابية وفتور وارتعاش في تحرير محافظات البلاد في المرحلة الماضية بسبب ربما كان البعض يفضل عودة الرئيس المخلوع عفاش، لكن بعد تصفيته من قبل شركائه في الانقلاب لم يعد أمام أشقائنا في التحالف العربي سوى الاختيار بين أن تصبح صنعاء وشمال اليمن على الأقل جزء من المنظومة الإيرانية، وما بين التحرير وتمكين الجيش الوطني والشعب اليمني من وضحت الفكرة مناطقه. حمود هذا الشيء استعادة تحرير المحافظات سيخفف العبء الكثير على الدولة وعلى المحافظة وعلى الناس الذين نزحوا لأنهم نزحوا بسبب مواقفهم الوطنية. نعم إذن حمود ابقى معنا، وضحت فكرتك سيد حمود، ابقى معنا سنشرك معنا في النقاش أمة الله الحمادي إحدى النازحات في محافظة مأرب. سيدة أمة الله مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيدة أمة الله، يعني لو تحدثينا عن الوضع العام للنازحين في محافظة مأرب، يعني في ظل ظاهرة الارتفاع الجنوني للأسعار في الإيجارات. طبعا في البداية أنا لست نازحة، أنا من المقيمين الأوائل في محافظة مأرب، لكن لنتحدث عن النازحين ومشاكلهم في المحافظة. مشاكل النازحين جدا كبيرة، وهم أصلا يمثلون عبء على المحافظة ولم يتم التعامل مع هذا العبء بالشكل المطلوب، لكن مشاكلهم أيضا تطفو على السطح. ليس جميع النازحين هؤلاء لديهم القدرة العالية، طبعا الكثير من النازحين لديهم قدرة فظيعة على دفع إيجارات خيالية، على دفع أسعار يعني لا تخطر ببال أحد، حتى أن المرء قد يتساءل من أين يأتون بهذه المبالغ. لكن الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين يعيشون على أقل القليل، يعني يلتحفون السماء، يعيشون على الأرض ويلتحفون السماء، أوضاعهم جدا مزرية. نتحدث عن مخيمات للنازحين، يوجد مخيمات في محافظة مأرب لكنها غير منظمة، يوجد مخيم في منطقة الصوابين في منطقة صرواح، النازحين فيها. لكن سيدة أمة الله لو توضعينا في صورة أبرز المشاكل التي يواجهها النازحون.
طبعا ابرز المشاكل هي مشكله السكن. مشكله السكن لا تتخص فقط في ان الايجارات مرتفعه، بل هي كذلك لا يوجد مساكن بالاصل. الحكومه لم توفر، السلطه المحليه لم توفر مساكن، لم توفر مخيمات للنازحين. لا يستطيع اي انسان ان يقول ان الشعب اليمني لا يقبل العيش في مخيمات، لكن هذا مفهوم خاطئ. الشعب اليمني يقبل هذا، الضروره تجبر الانسان على كل شيء. الساكنين في كليه المجتمع في محافظه مأرب هم عباره عن نازحين، وهم يشكلون في هذه المنطقه مخيم، مخيم للنازحين فقط في منطقه سكنيه كانت سابقه تعتبر صرح تعليمي، والان هي عباره عن تجمع للنازحين. يفترض بالسلطات ان تنظر لهؤلاء بنظره منطقيه، نظره يعني تلخص المشكله وتضع لها حلول. يفترض بهم ان يبنوا مخيمات للنازحين. ليس الجميع قادرين على الخوض في سباق الاسعار الجنونيه للعقارات في منطقه المجمع. يستطيع الجميع ان يعيش خارج المجمع، وعلى السلطات ان توفر البديل. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر أمة الله الحمادي، مواطنة من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. نعود لضيفي الآخر السيد حمود هزاع. سيد حمود، يعني لو نظرنا إلى وضع بعض النازحين وهم السواد الأعظم من وصل إلى محافظة مأرب، هم إما موظفون في الدولة نزحوا بسبب الأوضاع، لكنه ليس لديهم مصادر دخل. وهناك أيضا نقطة مهمة، أفراد الجيش الوطني الذين يقاتلون في الجبهات عوائلهم اليوم صارت في محافظة مأرب، ولا يعني رواتبهم منقطعة ورواتب الموظفين بشكل عام منقطعة. كيف يتصرفون هؤلاء الناس؟ يا عزيزي، هناك قصص كثيرة، معاناة كبيرة للأسف الشديد. كل من قدموا إلى مأرب خلال هذه المرحلة تعطلت مصالحهم وأصبحوا مجردين من يحتاجون إلى المساعدة والعون، سواء كانوا بالجيش الوطني أو خارجه. على الدولة والحكومة أن تمنح محافظة السلطة المحلية بمحافظة مأرب جزء كبير من أو تمنحها صلاحيات أنها تستخدم من موارد النفط الذي هو موارد للشعب في مأرب لدعم النازحين. ونحن سنطالب السلطة المحلية بأن تعمل على إيجاد مساكن جاهزة أو مخيمات. نطالب السلطة المحلية أن تعزز جهودها في ترتيب مخيمات النازحين التي القائمة حاليا، وأن تعمل على توفير الأمن أكثر للنازحين وأسرهم في المخيمات القائمة. نطالب الحكومة أن تلتفت إلى هذا الملف، وأن تضاعف جهودها الدبلوماسية وضغوطها على المنظمات من أجل تقديم العون لهم. مأرب هي المحافظة الأبرز التي يوجد فيها نازحين، وعلى الدولة أن تسلط أن تسخر كافة جهودها لهذه المحافظة. وللأسف الحكومة اليمنية لم تزر محافظة مأرب إلا زيارة عابرة كانت لرئيس الوزراء العام الماضي. لم تصل محافظة مأرب الوزراء إلى هذه المحافظة كوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كوزير حقوق الإنسان لم يقدموا إلى مأرب. هناك نوع من الترهل والإغفال، هناك نوع من الإهمال للذين يضحون بدمائهم. مؤسف جدا عندما يسقط المرء شهيدا وعائلته تعيش ظروف مأساوية وتعاني إما من غياب السكن أو من ملاحقة أصحاب وضحت الصورة بسبب تأخر صرف الرواتب. نعم، إذا أشكرك جزيلا. ندعو الجميع إلى استشعار المسؤولين. نعم، أشكرك جزيلا الصحفي حمود هزاع، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة مأرب. إذا مشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة أو قراءة مجموعة من التعليقات لأصدقاء البرنامج على الفيسبوك. نستعرض بعض ما نشر عن ظاهرة غلاء الإيجارات في محافظة مأرب. نبدأ بأول تفاعل سيكون معنا للصديق إبراهيم مسعد. كتب الصديق إبراهيم مسعد:
أسعارها يعني أسعار يقصد الإيجارات تعدى المعقول 100%، هذا غير عدل واستغلال. نذهب إلى صديق آخر من أصدقاء البرنامج، هذا صديق هو مازن الشبان. مازن كتب: حرام استغلال الناس والجشع الزائد عند أصحاب البيوت والعمارات السكنية، خاصة أن المهاجرين إلى مأرب من أبناء الجيش الوطني لم يستلموا رواتب منذ أكثر من 4 أشهر. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وهنا يعني نحط الرحال ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. أشكر ضيوفي، كان معنا عبد الله الباكري وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية من محافظة مأرب، نشكره جزيلا، والشكر أيضا للصحفي حمود هزاع كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية وهو أحد النازحين في محافظة مأرب، والشكر أيضا لأمة الله الحمادي مواطنة من أبناء محافظة مأرب. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج المنتج وديع عطا ومنسق الاتصالات الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا التحية من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.